السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي الأحباء الأعزاء، صف خامس دبلومة من مدارس الجامعة. معكم معلمكم عبد الرحمن بركات، معلم مادة لغتي الجميلة. حياكم الله وطيب الله أوقاتكم بكل خير أينما كنتم. الآن يا أحبائي، نقوم بحل أسئلة الدرس السابق، وهو درس أنامل أضاءت طريق أصحابها. نبدأ السؤال الأول في صاد 119. أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب شفهيا عما يأتي. من أول من ابتكر طريقة للكتابة تعتمد على اللمس؟ الإجابة لويس برايل. ما اسم العالم العربي الذي طور كتابة برايل في اللغة العربية؟ الإجابة محمد الأنسي. ثانيا يا أولادي، سؤال هنا للملاحظة، أقرأ الجمل الآتية وأنتبه إلى ضبط أحرف الكلمات الملونة. هنا كلمة عند، الضبط هنا يعني الحركة الموضوعة على الحرف الأخير من الكلمة. عند هنا الفتحة على الدال، منذ هنا الضمة على الذال، بينه هنا الضم على الهاء المربوطة. ثالثا، أقرأ العبارة الآتية بطلاقة، يعني قراءة معبرة سليمة، مع التعبير عن العزم والتصميم وقوة الإرادة. هذا هو المطلوب منك في الإحساس، العزم وقوة الإرادة. أنا كفيف، ولكن إن لم تتمكن عيناي من إطلاعي على الناس والحوادث والعالم من حولي، فلا بد من أن أجد وسيلة غيرها لأتمكن من ذلك. ننتقل إلى صفحة 120، وأمر مرورا سريعا على غير الأسئلة التي تحتاج إلى الإجابة، نظرا لأن الفيديو لا يسمح لي بأكثر من 15 دقيقة للتسجيل. هنا في صفحة 120 نكمل العبارات الآتية بالمعاني المناسبة. حولت طريقة برايل ظلام الكفيف إلى نور وضياء، ويأسه إلى أمل. تحول ظلام الجهل إلى نور المعرفة، وتحول اليأس إلى الأمل. الأمل والتفاؤل وحزنه إلى الفرح، يبقى حولت اليأس إلى الأمل والتفاؤل، وحولت الحزن إلى فرح وسرور. أشرح معنى الكلمة الملونة في كل جملة من الجمل الآتية. هنا فقد بصره في سن صغير. كلمة سن معناها عمر، كلمة سن معناها عمر. أصابني ألم من التهاب السن فذهبت إلى الطبيب لعلاجه. السن هنا السن في فمك يا ولدي، السن هنا قطعة من العظم تنبت في الفك. سن القلم مدببة بمعنى رأس، هنا كلمتين لهما معنيين مختلفين، السن هنا بمعنى العظم في الفك، والسن هنا بمعنى الرأس. هنا أكون كلمات من أسرة كلمة الضوء مع الاستفادة مما ورد في النص وأكتبها في المخطط. كلمة الضوء وكلمة مضيئة، نحن نأتي هنا بكلمات تتشابه في الحروف مع حروف كلمة الضوء ويكون لها نفس المعنى، ويسمى هذا بأسرة أو عائلة الكلمة. فنستطيع أن نأتي من كلمة الضوء بكلمة مضيئة، أضاء، إضاءة، الضياء، استضاء، مضاء. كما تلاحظ كلها حروف من نفس الحروف الرئيسية لكلمة الضوء، وأيضا لها نفس المعنى. هنا سؤال، أي التعبيرين أدق في المعنى في نظرك؟ الشق الأول من السؤال، والشق الثاني توضح لماذا. ظلت الأسئلة تراود تفكير برايل، ظل برايل يفكر في الأسئلة. التعبير الأول طبعا هو الأجمل والأدق، لأنه هذه إجابة الشق الثاني من السؤال، لأن مراودة تفكير
برايل للأسئلة بين وقت لآخر. هنا نصنف الكلمات إلى صنفين، كلمات دل على مصطلحات علمية وأخرى على أسماء مخترعات. في الجدول الأيمن نضع المصطلحات العلمية، وفي الجدول الذي هو على اليسار نضع أسماء المخترعات. من هذه الكلمات طبعا يكون التصنيف كالتالي: في المصطلحات العلمية تقنية بمعنى تكنولوجيا، براءة اختراع، مختبر طبي، طاقة شمسية، تجربة معملية، المغناطيسية. أما عن أسماء المخترعات فتكون: قمر صناعي، مجهر، صاروخ، تلفاز، غواصة، حاسب آلي. هنا نتأمل الصورتين المصاحبتين للنص ثم أجيب عن الأسئلة الآتية: ماذا يفعل الرجل الكفيف في الصورة؟ طبعا الصورة أمامك في الكتاب ليست عندي هنا. الإجابة: يقرأ من خلال استخدام طريقة برايل. هذا مجرد تعريف يا ولدي. الإجابة هنا: يقرأ من خلال استخدام طريقة برايل. هل تستطيع تمييز الرموز على صفحة الكتاب ولماذا؟ أنا لا أستطيع. هنا الإجابة: لا، لأنها مخصصة للمكفوفين وأنت بصير. أدام الله عليكم نعمة البصر والصحة والعافية. ما فائدة الساعة التي تراها في الصورة؟ معرفة الوقت للمكفوفين. فائدة الصورة هنا معرفة الوقت للمكفوفين. ما الفرق بين ساعة يدك والساعة التي تظهر في الصورة؟ الساعة التي طبعا تظهر في الصورة تعتمد على اللمس لأنها مخصصة للمكفوفين، أما أنت فتعتمد على قراءة التوقيت من خلال ساعة يدك. طبعا هذه أسئلة تجيب عنها شفاهية فدعنا نمر عليها. هنا نكمل الفراغات بما يناسبها. من صفات المخترعين التفكير العلمي، عفوا التفكير العملي، الذكاء والنبوغ، قوة الإرادة والعزيمة والطموح، الصبر على العمل لتحقيق الهدف. كما ذكرت لك أنه من القيم الطيبة في هذا الدرس أنامل وأضاء الطريق أصحى بها، أن يكون عندك قوة الإرادة والصبر والعزيمة على أن تنجز عملا ما وقد تأتي بشيء يفيد البشرية ويكون في ميزان حسناتك إلى يوم الدين. فمن صفات المخترعين التفكير العملي، الذكاء والنبوغ، قوة الإرادة والعزيمة والطموح، الصبر على العمل لتحقيق الهدف. من فوائد اختراع برايل، يعني طريقة برايل للقراءة، من هذه الفوائد: واحد، طباعة كتب ومجلات وصحف خاصة بالمكفوفين. 2، طباعة القرآن الكريم للمكفوفين. 3، ظهور ساعات برايل المعصمية المعتمدة على اللمس، وهي الساعات التي يرتديها من فقدوا بصرهم ليعرفوا بها الوقت. هنا نعلل شفاهيا، يعني نذكر السبب: صعوبة تعلم العميان قبل اختراع طريقة برايل بسبب ضخامة الحروف التي كانوا يستخدمونها وثقلها وكبار حجمها. 2، تمكن الجنود الفرنسيين من قراءة الرسائل في الخنادق المظلمة لأنهم اعتمدوا على لمس الحروف المثقوبة على الورق المقوى. اهتمام مجمع الملك فهد في طباعة المصحف الكريم وطباعة المصحف وفق خط برايل لخدمة المكفوفين المتطلعين لقراءة كتاب الله بأنفسهم في مختلف أنحاء العالم. هنا نتبادل الرأي لنقترح عناوين أخرى للدرس غير العنوان. عنوان الدرس كان: أنامل أضاق الطريق أصحابها. هنا قد نضع عناوين أخرى للدرس ولبعض فقرات الدرس: عندما تقرأ الأصابع، الإرادة القوية طريق النجاح، برايل وخدمة المكفوفين، اكتشاف طريقة برايل للمكفوفين. هنا أحدث اختراع برايل تغييرا كبيرا في حياة المكفوفين. أتشاور مع من بجواري. أنت الآن في بيتك ممكن تتشاور مع أخيك أو مع
أبيك أو أمك أو أي أحد يشاركك الجلسة الآن، أتشاور مع من بجواري في صياغة جملة مفيدة تعبر عن حقيقة وجملة مفيدة أخرى حول العبارة السابقة، وأكتب كل من الحقيقة والرأي في المكان المخصص. يعني هنا يقول لك أن تكتب الحقيقة التي هي ثابتة أو الرأي الذي هو وجهة نظر. الحقيقة هنا: نجح المكفوفون في قراءة الصحف والمجلات بخط برايل. هذه حقيقة ثابتة، أصبح الآن المكفوفين يقرؤون عن طريق هذه الطريقة. أما الرأي: طريقة برايل تجعل المكفوفين جميعا أكثر ثقة بأنفسهم. هنا نحلل يا ولدي. بعد قراءتي وفهمي للنص، أنصح كل من يشعر باليأس والأسى لفقدان بصره، بماذا تنصح؟ النصيحة: لا يأس مع الحياة، يجزع عند حلول مصيبة به. هنا النصيحة: رب ضارة نافعة. كيف يتصرف الكفيف إذا احتاج إلى: واحد، مراجعة سورة من سور القرآن الكريم ولم يكن لديه المصحف المكتوب بخط برايل، هنا يراجعها من خلال الاستماع إلى الأشرطة التسجيلية أو الاستعانة بأحد أفراد الأسرة. معرفة حوادث العالم اليومية، كيف يتابعها الكفيف؟ من خلال متابعة نشرة الأخبار أو الاستماع إلى أحد أفراد أسرته وهو يقرأ الأخبار والحوادث من الصحف. الاستزادة من معلومات في المجال الطبي أو العلمي أو الديني، هنا يكلف أحد أفراد الأسرة قراءة الموضوع الذي يريده على مسامعه سواء كان في مجال طبي أو ديني أو علمي. بهذا نكون قد انتهينا من حل أسئلة درس أنامل أضاق الطريق أصحابها. أسأل الله أن تكون مفيدة لكم، وأسأل الله أن تمر هذه الأزمة على خير إن شاء الله، وأن يكون هذا العلم والتعليم بمثابة ثواب كبير لكم عند الله سبحانه وتعالى، وسبب للتجوح للتفوق والنجاح في الدنيا إن شاء الله. حياكم الله أولادي الأعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.